بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة أنا جاي لكم بفكرة غريبة وفكرة ممكن نعتبرها عظيمة وتقريبا كده مش موجودة، يمكن مش موجودة في الكرة الأرضية. هي حاجة من ابتكاري أنا ومن شغل ايدي انا، او فكرت فيها، وهي هنعمل غيرة من فوم من الاطباق يا جماعة، اللي هي بتتحط فيها منتجات الافران او اي بنعبي فيها اي حاجة. الفوم ده بدل ما نرميه هنستفاد بيه في عمل مواد او غيرة، نلزق بيه خشب، نسد بيه الشقوق اللي في الحيطة. المهم ان ده بيتحول لغيرة شديد، بعد كده بياخد فترة وينشف، ممكن نعمل بيه حاجات كتيرة من ضمنها اللزق. بس انا هستخدمه بقى استخدام تاني غير اللزق او سد الشقوق اللي في الحيطة او حتى اللحام. انا هعمل منه حاجة هتعجبكم جدا وهوريها لكم، وهي كما يلي. هنجيب يا جماعة البتاع ده بنزين زي ما احنا شايفين كده اهو، وهنقطع فيه الفوم ده اهو. طبعا الفكرة دي انا عملتها بس بحاجة تانية. انا المرة دي هعملها بالفوم ده، هنستفاد منه بدال ما نرميه اهو. الاول هندوبه ويتحد مع بعضه اهو يا جماعة. اقطع طيب الفوم دوك وارجع لكم تاني. اهو يا جماعة. اهو. بصوا يا جماعة هنعجنه كده، وبعد كده هينشف اهو، نكمل كله زي ما احنا شايفين التفاعل اهو اهو، هيبقى زي العجين اهو. زي ما احنا شايفين اهو يا جماعة اهو، دي لما تنشف هتبقى زي الحديد. هنعمل ايه بيها؟ بيها زي ما احنا شايفين كده يا جماعة اهو، ناخد حتة كده اهو، وهنجيب الريموت ونملى القلب بتاعه كده اهو اهو يا جماعة اهو. كده نملى الفراغات اللي جوه دي كلها، بحيث ممكن يعني نقول كده ايه، هنحشي الرموت اهو زي ما احنا شايفينه اهو يا جماعة كده اهو. نحشي الفراغات اللي جوه دي اهو، مش هنخلي فيها حتة فاضلة
بصوا يا جماعة اهو، ولا دي كمان اهي زي ما احنا شايفين اهو، اهو ملينا كله بحيث ما نخليش حتة فاضية. بعد كده هنجيب الريموت زي ما احنا شايفين ونروح محطينه ومركبينه تاني اهو. اهو يا جماعة بصوا اهو زي ما احنا شايفين كده ركبناه وحشيناه. طبعا الحشو ده او الفلين اللي احنا حطيناه ده او الفوم هينشف، هيبقى زي الحديد جوه، مهما تعمل مش هتقدر تكسر، تقدر تكسره. والرمود ده يا جماعة هيعيش عندك سنين اهو زي ما احنا شايفين. طبعا هننشفه من البنزين اهو، اهو كده. طبعا هنتأكد من حاجة، طبعا نخلي بالنا لا يغطي على الايه على السلك ده فما يشتغلش الريموت كده. الريموت يا جماعة انا حسيت ان هو تقل، بس بعد ما كده هينشف في داخله المادة ديك، وبعد ما تنشف عندك ريموت زي الحديد مش هيتكسر تاني. وانسى شراء الريموت وتكسير الريموتات، زي ما احنا عارفين انا ببيع بريموتات وبتعامل مع ريموتات من زمن. الناس كلها بتشتكي من الريموتات، الريموت ما بيقعدش عندي، يقعد عندي اسبوع اسبوعين، العيال ضربوا بيه بعد اتكسر على طول. انسوا ده كله، انا حاسس ان انا ماسك كتله من الخشب او كتله من الاسمنت تقيل. طبعا ارجو ان تكون الفكره دي عجبتكم، وان هي تحافظ على الريموت ما يتكسرش تاني. فكره مبتكره ما اعتقدش ان هي موجوده على وجه الارض. وشكرا.